أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء. نحن الآن أعلننا اعتصاما إنذاريا، سوف نعتصم بعد هذه الوقفة لمدة ساعات، وستكون رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر، إلى الحكومة، إلى الوزراء، إلى من بيدهم مآل هذا الشعب الذي سوف يدرب تدريبات على جميع المستويات. احنا لازلنا نقول ولازلنا في تواصل، ولازلنا لحد الساعة، أنا غادي نتكلم بالعامية باش الناس هما يفهموا علاش كنتكلم. دابا نقربوا على اننا شهر كنقاطعوا جميع الجلسات، وكنقاطعوا جميع الاجراءات، وكنقاطعوا جميع الاشكال اللي هاد الناس هادو باغيين يفرضوها علينا، باش حنايا نبداو نفرضوا واحد الضريبه معينه على المواطن المغربي من اجل ولوج العداله. لازلنا نقول بان هذه المحاكم مرافق عموميه، ولازلنا نقول بان المواطن من حقه انه يلج للمحكمه، لان احكامه التي تصدر باسم جلاله الملك، والتي تبين حقوقه، والتي تبث في شكاياته وفي دعواه القضائيه، عنده الحق في انه يتمتع بواحد المجانيه من اجل الحق ديالو. ولازلنا كنقولوا لهاد الناس هادو في قبه البرلمان الذين يمثلون المواطن المغربي بان المشروع الذي امامكم هو مشروع يسعى الى تفكير المواطن المغربي، هو مشروع يجري على مهنة المحامات، هو مشروع ما يمكنش اننا نقبلوا به، لانكم بالعربيه تعرف بغيتوا توصلوا جهود المواطنين على ظهر المحاماه، وبالتالي هذا امر مرفوض بالنسبه لنا ويستحيل اننا غادي نقبلوه. وقوفنا اليوم بهذه المحكمه تعبيرا مستمرا على الرفض ديالنا لجميع الاشكال التعسف الذي تمارسه الحكومه او تمارسه الوزاره على المواطن المغربي. الناس خاصها تعرف بان نحن ماشي كيف ما كيتكشف الجرائد، ماشي تبقى التصريحات اللي كيحاولوا هاد الناس انهم يمروها المواطن المغربي. المحامي لا يتهرب من الضريبه، والمحامي ليس موظفا لدى الدوله، والمحامي ليس موظفا لدى الحكومه، والمحامي ليس موظفا لدى وزاره العدل. المحامي يمارس مهنه نبيله اجتماعيه انسانيه، فعلا كيتقدر الاتعاب ديالو، لان كل انسان كيقدم واحد الخدمه معينه كيتقدر الاتعاب ديالو، وهذه تعتبر مهنه. لا نتقاضى اجورنا من الدوله باش تحسب علينا حنا ولا باش تفرض علينا واحد النوع من الضرائب اللي سوف نكون حنايا مجبرين اننا نفرضوها على المواطن المغربي، باش نقولوا ليه باش تكون حقك انك تدخل المحكمه وتاخذ الحق ديالك خاصك تخلص عليه. وهاد الناس هادو غادي يقتطعوا لك من التعويضات ديال الملفات ديالك، الا كانوا مجرين عليك، الا كانت حوادث الشغل، الا كانت حوادث السير، الا كانت نفقه ولا طلاق ولا حتى مساعده قضائيه، دائما كيديروا لها واحد الطريق باش انهم يوصلوا التعويضات ديال الناس هادو باش يقتطعوا بها واحد النسبه معينه واللي كتدخل في اطار الضرائب. نحن لسنا جوباتا للضرائب، نحن لسنا موظفين لاداره الضرائب، والحكومه الا فشلات في انها تمتع هذا المواطن المغربي بحقوقه فما يمكنش ترجع المهن الحره باش تديرها طريق باش توصل هذا المواطن هذه باش تزيد عليه عاوتاني الضرائب. كنقولوا يكفي هذا المواطن ما يتعرض له من تهميش، ويكفي ما يتعرض له من تفقير، ويكفي ما يتعرض له من غلاء الاسعار، وكنشوفوا بانه كدار وقفات وكدار مسيره في المواطن المغربي من اجل غلاء الاسعار، فعيب ان المواطن باش يبغي يولج مرفق عمومي اللي هو ديال العداله كنقولوا لي بانك خاصك تخلص الضريبه، وهذا هو سبب وقوفنا وهذا سبب اعتصامنا. وسوف نصدر برامج نضاليه واشكالا متعدده، وسوف تكون محطتنا النضاليه المقبله في مسيره بجوارع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.